عن جد شكرا من قلبي. ما رح أنسى لك تضحيتك هي أبدا. تفضل. يعطيكم العافية، خلونا نطمن ونشوف كيفه مريضنا. ما في داعي للقلق. ألف الحمد لله. بس طبعا لحتى نطمن أكثر لازم نعرف وضع تحاليل السكر والدم. إن شاء الله بتكون منيحة. السيد حكمة متحسن عن المرة الماضية، بالسلامة إن شاء الله. إيه ما تطلع نتائج التحليل؟ بدها ساعتين تقريبا. تمام. عليه العافية. تسلم. خبرك بس تطلع النتائج إن شاء الله. عليه العافية مرة تانية. شكرا. أمير خير؟ ليش الدكتور عنا؟ لا تقول أبوك حالته تدهورت. لا بالعكس، وحتى أنه اليوم أكل من إيد مليكة وضعه أحسن. ألف حمد وشكر لك يا رب. يا رب تعافي وتشفي. كثير فرحت بالخبر، قدي صار لي ناطرته. يعني هلأ ريحان ارتاحت وصارت فيها تمشي؟ مسكينة كمان، هي تركت حياتها، مو معقول كمان تضل عم تشتغل ممرضة عنده. ما فينا نجبرها، خلاص خليها ترجع لحياتها. لا بكير، لسه ما تأكدنا. لشوف نتائج التحاليل بالأول. طبعا مزبوط، لكان الحق معك. أصلا نحن ما لنا مستعجلين على شي، المهم صحة أبوك وأي شيء تاني بيهون كرماله. بما أنك تحسنت عندي إيمان كبير أنك رح ترجع توقف على رجليك. برافو عليك، بهنيكي على هالعزيمة اللي عندك. خليتي خالك يتحسن. ايه هلأ لازم تبلشي تضبي غراضك لتنقلعي. مثل ما بتعرفي جبناكي ممرضة، وهلأ خلص شغلك هون. بعد شوي برجع لعندك. لا لوين رايحة؟ لا تحرمينا منك. خليتي خالك يتحسن. ايه هلأ لازم تبلشي تضبي غراضك لتنقلعي. مثل ما بتعرفي جبناكي ممرضة، وهلأ خلص شغلك هون. مليكة بدي قلك، زينب رح ترجع أماني عندك، وعديني إنك تديري بالك عليها.
الله يسامحك، أنا أكيد ما بدي توصاي على زينب. المشكلة إنه هي عم تزعل كتير. وعديني، وعديني إنه أنتي ما رح تشيلي عينك عنا. بعرف إنك خايفة عليها من الست جاهدة، بس لا تخافي، ما حدا بيأذيها طول ما أنا عايشة. كل ليلة رح أدعي لك أنتي وخالي وزينب من قلبي. حبيبتي شو يلي وصلنا لهون؟ يا ريت فيكي تحكي لي، فضفضي لي بترتاحي، بركي بيكون في حل. لا ما في حل، ما في حل صدقيني. الحل الوحيد هو الفراق.